هذه هي أولى كميات الصيصان المستوردة من المجر، والتي شرع مربو الدواجن بباتنا في تربيتها، أين تعد حسبهم أقل سعراً كما كان في السابق. إحنا كمربيين الحمد لله كيف فتحوا الاستيراد، عندهم واحد كان جور 15 يوم اللي فتحوا الاستيراد، كنا نشريو الفلوس قبل الاستيراد بعشرين 22، والفلوس في حالة كارثية. درك الحمد لله من اللي فتحوا الاستيراد فلوس ب 12,000 وندفعوا للدولة ب 30,000، سمى الحمد لله نطلبوا من الدولة تزيد تدعمنا أكثر وأكثر. يا خويا درك هذه هم قالوا لك جبنا العلمان تاع المهاجر، هاي الفلوس نتاعها لا روز قالك نوعية مليحة، بربي إن شاء الله رانا نسيو فيها، بربي إن شاء الله وتبالي، بربي إن شاء الله جيب الريزلت مليحة. ومع انخفاض سعر الصيصان بالنصف تقريبا، يهدف المربون إلى الخفض من أسعار اللحوم البيضاء مستقبلا لتكون في متناول المواطن قبيل الشهر الفضيل. بعد 45 50 يوم توجد السلعة، راهي مليحة وترجيستي، بربي إن شاء الله 45 حتى 50 توجد، بربي إن شاء الله يلقى به 35 37 هكا اللحم في السوق، بربي إن شاء الله هني نشوف فيها، بربي إن شاء الله يوصل حتى 36 37 ماكسيمو في ظرف 50 يوم، لأنهم راهم جابوا ربي يبارك في اللوس كمية كبيرة تاع العظمة وحطوها. راح يهبط بإذن الله اللحوم البيضاء، راح تهبط بربي إن شاء الله بعد شهرين، بربي إن شاء الله بإذن الله، بربي إن شاء الله الزوال يصوم وكل يصوم وكل ناكل إن شاء الله. هو إذن ارتياح بعد فتح استيراد بيض التفقيس، فيما تبقى عودة أسعار اللحوم البيضاء أهم شيء يبتغيه جيب المواطن الجزائري.